فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال المؤلف رحمه الله في سياق قوله من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهة من قبلنا، وذكر التحذير من المشابهة في التفريق في الحدود بين الأشراف والضعفاء، ثم قال وأيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فمن أوجه المشابهة أو التشبه بالكفار التي نهينا عنها التشبه بهم في الغلو بالقبور والأموات، وذلك بالتبرك بهم وطلب الحوائج منهم وأن يعمل على قبورهم بنايات أو كتابات أو أي ما يدعو إلى تعظيمها والتعلق بها، فإن هذا من دين القبوريين من أهل الكتاب وغيرهم. فإن أهل الكتاب من جملة تحولاتهم عن دينهم الذي جاءت به أنبياؤهم ومن جملة تخريفاتهم وتغييراتهم وتبديلاتهم أنهم غلوا في أنبيائهم وغلوا في صالحيهم حتى عبدوهم من دون الله يزعمون أنهم بذلك يتقربون إلى الله، وأن هؤلاء الأموات يكونون شفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى ويتوسطون لديه سبحانه في قضاء حوائجهم. وهذا شيء متسلسل في الأمم من عهد قوم نوح، فإنهم أول من غلا في الصالحين وصور صورهم بعدما ماتوا ونصب صورهم حتى عبدت من دون الله عز وجل، وذلك بتزيين الشيطان لهؤلاء المنخدعين باسم تعظيم الصالحين ومحبة الصالحين والقرب من الصالحين كما يزعمون. زين لهم الشيطان ذلك بهذا الثوب، ثوب محبة الرسول ومحبة الصالحين، حتى إنهم اتخذوهم آلهة من دون الله عز وجل. ولذلك نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن الغلو بالأموات والغلو بالقبور، لأن ذلك يفضي إلى الشرك كما أفضى بمن كان قبلنا من الأمم، وأقربهم زمنا إلينا وهم اليهود والنصارى. فلذلك حذرنا صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته من باب النصح للأمة، وأنه على صلى الله عليه وسلم مستمر على مناصحة الأمة حتى في آخر لحظة، ولا سيما عندما قرب أجله صلى الله عليه وسلم ما ترك النصيحة لأمته صلى الله عليه. والمناسبة أنه لما قرب من الموت خشي أن تعمل أمته في قبره ما تعمل الأمم السابقة في قبور أنبيائها، مما جرهم إلى الشرك بالله عز وجل وعبادة غير الله. فلذلك روى جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، قيل بخمس سنين وقيل بخمس ليال، أنه يحذر من الغلو فيه والغلو في قبره كما فعلت اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فإنه وجد في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى في هذا الأمر الخطير، وهذا أقبح أنواع التشبه، لأن هذا شرك بالله عز وجل أو وسيلة إلى الشرك. فلذلك حذر منه صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحالة،
حتى إنه وهو في سياق الموت وهو يقاسي من سكرات الموت ويضع يده في الماء وينضح به وجهه وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ومعنى مساجد أنهم يصلون عنده، فالمسجد هو المكان الذي يصلى فيه سواء كان مبنيا أو غير مبني، كما في قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي أنها يصلى فيها، فهي مسجد بمعنى أنها صالحة للسجود والصلاة فيها. الصلاة فيها، إلا في هذه المواطن التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وأشدها عند القبور، لأن ذلك وسيلة إلى تعظيم القبور والتعلق بالأموات، ثم دعاؤهم من دون الله عز وجل، ثم دعائهم من دون الله عز وجل، واتخاذهم شفعاء أو أولياء يقربون إلى الله بزعمهم. وهذا ما أنكره الله على المشركين الأولين، قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا هو الذي حملهم على عبادة هؤلاء الأموات، أنهم يقربونهم إلى الله ويشفعون لهم عند الله. الله أبطل هذا ونهى عنه، وبعث نبيه صلى الله عليه وسلم في النهي عنه ومقاتلة أهله حتى يتركوه. وهذا مما عظمت به المصيبة في هذه الأمة، فإن كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام وقعوا فيما تخوفه الرسول صلى الله عليه وسلم من الغلو في الأموات والغلو في الصالحين والأنبياء والغلو في القبور، حتى إنهم صاروا يصرفون لها أنواعا من العبادة من الذبح والنذر والاستغاثة والدعاء وغير ذلك عندها، كما هو معلوم مما يقع في كثير من عند الأضرحة، ولا سيما الأضرحة الكبار في مختلف البلاد. وهذا شيء مستفيض ومتواتر ما يقع عندها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل إنهم يأتون بالمواشي ويقيمون عندها أياما ويذبحون هذه المواشي تقربا إليها، ويقيمون عندها عاكفين أياما كثيرة بأعداد قد تضاهي عدد الحجاج إلى بيت الله الحرام. فهذا واقع في هذه الأمة، مع أنه صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك غاية التحذير وبلغ غاية البلاغ عند وفاته صلى الله عليه وسلم، حتى إنه نسب هذا إلى اليهود والنصارى، وكفى بذلك زاجرا أن نتجنب هذا، لأننا منهيون عن التشبه باليهود والنصارى. ثم إنه صرح فقال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، صرح بالنهي، ثم إنه أكد ذلك بقوله: فإني أنهاكم عن ذلك. فهذه ثلاثة أمور كلها تؤكد تحريم التشبه باليهود والنصارى في هذا الأمر الخطير المخل بالعقيدة. أولا، أنه ذكر أن هذا من فعل اليهود والنصارى، ونحن قد نهينا عن التشبه بهم فيما هو أقل من ذلك، فكيف بهذا الأمر الخطير؟ ثانيا، صرح بالنهي: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ثالثا، قال: فإني أنهاكم عن ذلك، بل إنه صلى الله عليه وسلم من وجه رابع أيضا لعن من فعل هذا، فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى. لماذا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، دل على أن من يفعل هذا الفعل أنه ملعون، مع أنه يزعم أنه يطلب الأجر والثواب ويتقرب إلى الله وهو ملعون، أي مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى، مما يدل على شدة الأمر خطورته.